الحقيقة كمان الأسبوع ده امبارح كنا على موعد كمان مع قرارات جديدة بالإفراج عن محبوسين، 25 من المحبوسين في إطار عمل لجنة العفو الرئاسي، 25 خرجوا بالسجن، أهليهم احتضنوهم الحقيقة بالأفراح والدموع، 25 كان صادر ضدهم أحكام أو كانوا أنهوا مدة الحبس الاحتياطي، وده اللي قلناه وبنأكده، لجنة العفو الرئاسي مستمرة في عملها وهنشوف دفعات تانية من الإفراج لغاية لما يكتمل خروج آخر حد ممكن يستحق الإفراج وفقا لشروط العفو الرئاسي. ده كمان بيمشي في نفس الوقت مع مسار الحوار الوطني. الحوار الوطني عندنا اجتماع مهم للأمانة، لأمانة الحوار الوطني يوم 27 أغسطس، اجتماع مهم هيختاروا فيه اللجان المختلفة اللي هتناقش الثلاث قضايا المهمة، الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي، علشان نبدأ جلسات العمل علشان العجلة تدور بشكل أسرع. الإصلاح الوطني والحوار الوطني وعملية الإفراج بتقول إن في الجمهورية الجديدة بيبقى فيه قواعد واضحة لإصلاح سياسي، لإصلاح اقتصادي، لإصلاح اجتماعي. ومن الإفراج اللي فرح الأهالي وفرح الناس كلها، نروح كمان لكلمة سر مهمة في حياة الناس، نروح للثانوية.